السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار ووصفات سمر من البيت. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض ورك رومي. ده دبوس رومي أنا غسلاه كويس بالملح والدقيق ومخرمه زي ما انتم شايفين كده، خرمته بالسكينة و هنركنه كده. رحت عاملة بقى بصلاية وفلفلاية، حطيت التوابل بتاعتنا بابريكا وجوز الطيب وكل التوابل اللي انا بحبها عليها. بس هقلب بقى كل ده، وبعد كده كل ده نحطه على الرومي، على ورك الرومي، ونقلبه كويس جدا. عايزه اقول لكم كمان انا معايا هنا مايونيز، هاخد معلقه واحده، مقدار معلقه حسب المزاج، يعني لو مش عايزين تحطوا مايونيز اوكي مش مفيش مشكله. وهنا برضو هحط معلقه كاتشب، نخلي بالنا بقى عشان الكاتشب ما يبقاش حراق، انا برضو هاخد معلقه مش كبيره قوي عشان هو ده حراق. بس هقلب الخليط ده كله كده، واتاكد اني ادخل هنا ما بين الجلد وادخل في الفتحات اللي انا عملتها بالسكينة. بعد ما خلصت كل الخليط على بعضه قلبتها كويس جدا ودخلت جوه الفتحات بتاعتنا، وانا هنا معايا كيس حراري، انا هعملها في الكيس الحراري علشان لحم الرومي بيبقى كبير شوية وبياخد وقت. هنمسكها كده اهي، اهي زي ما انتم شايفين، بصوا من كل الجهات فيها الخليط اللي انا عملته لها. انا حطيت معلقه زيت ذره تمام، بس والملح بقى والفلفل والحاجات بتاعتنا الجميله دي. ودي طريقه سهله جدا للرومي، انا قلت اعملها كده حاجه سريعه. حطها بقى كده في الكيس الحراري. ما ننساش يا جماعة، الناس اللي بتنسى تفتح الكيس الحراري بالسكينة لازم يتفتح فتحتين بالسكينة علشان ما يضربش بيفرقع. انا كده حطيتها جوه الكيس وحطيت الخليط كله جوه، حتى لو تلاحظوا خليها نص ساعة تتشرب. هقفلها كويس، هقفل الكيس كويس وهسيبها بس نص ساعة. دي طريقة سريعة جدا للرومي. اي جزء منه بقى سواء صدر او ورك او فخدة او اي حاجة، انا اخدت الدبوس وقلت اعمله، هو تقريبا كيلو 50، يعني 50 جرام، وهسيبها كل شوية اقلب فيها كده خلال النص ساعة دي عشان تتشرب من الخليط كويس جدا. وبعد كده هحطها في صينية وادخلها الفرن، بس هديها نقطتين كده بالسكينه علشان الكيس ده لما بتخش الفرن بينتفخ وما يفرقعش. ولما تخلص هوريها لكم.